بمن التقيت هنا ويا استاذ علي؟ طبعا مثل ما تشوفون هنا انا مصطفى عندكم بطل مال تايكوندو، بعد صغير بس بطل مال تايكوندو، ان شاء الله بعدين شو تاخذ ازمه كثيره شويه شويه اكيد بطل. هسه بطولته قريبه علي ان شاء الله. هو عنده بداخله، هو قاعد يحب الشغله اللي هو قاعد يسويها، فلذلك بما انه هو يحب الشغله قاعد يسويها فهذا الشيء كلش حلو ولازم احنا ندعمه لحد ما انه شويه شويه راح يتطور وراح ياخذ ان شاء الله ويوصل للعالميه ان شاء الله. بطولته قريبه ان شاء الله علي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الله شكرا يخليك. حبيبي شكرا عليك. الاحمر ايه مش هو الاحمر والاخضر وبعدين توصل للاسود. احمر واخضر بعدين الاسود. زين انت وين تدربين ويا مين؟ ويا مصطفى. اوكي ناس ثاني سالات شوية؟ ايه والله؟ كل الفايزة اسمش؟ فايزة جميلة. اكو حماسين خسرانة؟ كم نزال؟ لا ما اكو كم نزال. انا عندكم البطل الثاني مال تايكوندو هي واخوها اللي جاي عبطكم عليها يبكم لها خطره من صغيره هي بادي على التايكوندو. ما شاء الله الله يخليها. شكرا جزيلا. شكرا دلل ولو